يا جماعة دي مش أول حالة تجي لنا بالمنظر ده، ولا بالكلكعة اللي في الشعر دي، وجات لنا من فترة وكنا متأكدين إن في حاجة مش طبيعية. دي تاني حالة، غسلت شعرها، وبعد ما غسلت شعرها سرحته، وبعد ما سرحته لميته كحكة. يعني الاتنين دول كانوا على بعض كده اهو. ايه اللي حصل بقى؟ ان هي تصحى من النوم تلاقي كلكعتين في كل جنب لحية، ولا يمكن تتفك، والشعرية ما بتتفكش من جوه، مكلكعة كلها في بعضها. يعني شايفين المنظر ده بالمقص اهو، ما بيفكش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل بني ادم ما بيحمدش ربنا على اللي عنده ويرضى باللي عنده ويسكت. الواحد بيحاول يقص من الاطراف عشان خاطر يسلك بعد كده، مفيش. يعني نفسي افهم يعني، ولا عمرها عملت حاجه في شعرها، وشعرها اصلا الطبيعي حلو اهو، مفيهوش اي مشكله، شعرها جميل اهو. وطبعا ده اتقطع من كتر التسليك اهو، الشعر اهو ما هوش مجعد مثلا ولا بايظ ولا ورديه راسها الشعر خفيف. يعني مش اللي هيعمل لها ازمه عشان يكلكع كده، ولا الاثنين يبقوا كحكه واحده وفجاه يبقوا اثنين بالمنظر ده. وهي تحمد ربنا الحمد لله ان هي جت في حاجه ينفع تتعالج وينفع تتشال. الله اعلم بقى غيره، غير الناس ديت بيجي لها امراض وبيجي لها ايه بسبب العين. شيلها.